إطلال جديد على أخبار فريق الدفاع الحسن الجديد اللي غادي نشوفه في الموسم المقبل إن شاء الله بوجه جديد وبثوب جديد في ظل المتغيرات البشرية الكبيرة اللي ذكرت أخويا يونس في التقديم ديالك، أن الفريق تغير بواحد النسبة المئوية ديال نقدر نقول واحد 80 ما بين 70-80% من اللاعبين، يعني التشكيلة الرسمية ديالو ولا نشوفوا وجوه جديدة إلى استثناء الحدراف واليوسفي وقرنص وكذلك اللاعب ياسين دبي، فاللاعبين الاخرين كلهم لاعبين وافدين جدد سواء من افريقيا جنوب الصحراء او لاعبين ديال الفريق الرديف اللي طلعوا اللي كسبوا الثقه ديال الطاقم التقني بقياده عبد الحق بن شيخه. نذكروا على ان نهايه الشوط الاول مباراه الوديه الرابعه اللي كياخذها فريق الدفاع الحسن الجديد في هذا الاثناء باحد المنتجعات السياحه القريبه من مدينه الجديده ضد فريق السابق ديال عبد الحق بن شيخه اللي دربوا العام اللي فات اللي هو المولود ديال وجديه. الشوط الاول سلب 1-1 فريق الدكالي كان وسباق للتشجيع عن طريق اللاعب الواعد رضا الخميدي اللي هو كيبقى هو الهداف ديال الوديات الى جانب ياسين الذهبي. الخميدي ماركي جوج بيوت والذهبي ماركي ثلاثه البيوت في هذه الاربعه ديال المباريات الوديه قبل ما يتمكن فريق المولود ديال وجديه من تعديل النتيجه في الشوط الاول. في هذه الاثناء غتبدا دوزيام ميطو ديال الماتش اللي كيف قلنا غيكون محك في اعتبار هام. كذلك بالنسبه لفريق الدفاع الحسن بعد ما كان واجه في وقت سابق يونس كل من نادي السالمي ربح 2-0 وكان فاز على الجيش الملكي 1-0 وتعادل مع الشباب محمد ب 1-1. هذه المباراه الرابعه اللي مباراه فيها يعني كملوا انها مباراه رسميه غير ممر الاربيط بوجدي جبد بزاف ديال الصفرات. الفريق كنعرفوا ان بن شيخه درب وجد اللاعبين كيحاولوا يلعبوا مباراه كملوا انها مباراه رسميه بغاو يعني فيها شويه ديال الحساسيه ولو ان عبد الحق بن شيخه كتبقى عنده علاقه طيبه بمكونات مدريد ولكن اللاعبين دائما كيبغيو يبينوا على انه عندهم مكان ديالهم. كاين كذلك مدرب جديد اللي هو وادو مع المولود ديال وجدي يعني كاين بزاف ديال المباريات داخل المباراه صح التعبير. في هذه المباراه ودي ينطلق الشوط الثاني ديالها ولا نذكروا مره اخرى لان الشوط الاول سرى بواحد فريق الدكالي يعتمد في المدرب عبد الحق بن شيخه على يوسف في البوطو في الليمن باش الناس ياخذوا فكره ان الدفاع تغيرت كثير غير الجيل ديالو كثير. فريق الدفاع الحسن على الاقل مستمعين اوفياء ديال فارس الدكالي عرفوا على الاقل لي اونز دي بارش فاش بدا بن شيخه. يوسف في البوطو في الليمن واحد من نقدروا نقولوا من الاوراق الرابحه في هذا الميركاتو اللاعب موكوكو امالي اللاعب ديال كونغو الديمقراطي ديال بالضبط فريق موتيما بيمبي. في الايسر كان لاعب سمير بن عمر في اللاكس كان الجعواني اللي جا من سريع واتزم مع الكاميروني ميكي ميونغا ميكي على وزن ميسي يورس ولكن هذا كيلعب في اللاكس. ثم كاين قدامهم قرناص والخميدي وحدريف في لاين داتاك فيها 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 حمزه هنوري واللاعب الهداف ديال الوديات ياسين الذهبي. كيف قلنا لانه الفريق الدفاع الحسن الجديد قدم يونس نهار الخميس الدفعه الاولى من اللاعبين المنتدبين الجدد خمسه ديال اللاعبين في انتظار الدفعه الثانيه خمسه اللاعبين ذكروا على انهم فيهم سمير بن عمر قادم من الدوري الالماني القسم الثالث كيلعب اريال غوش ثم محمد الجعواني فانت كونترا مع سريع واتزام انتقال حر لفريق الدفاع الحسني الجديدي. كذلك اللاعب موكوكو امالي اللي جاء من فريق موتيبا بيمبي وكذلك سمير ويدار اللي في انتقال كذلك الحر لفريق الدفاع الحسني قادم النهضه البركانيه. ثم كذلك يعني اللاعبين اخرين اللي غادي يجوا في الدفعه المواليه اللي غادي يكون فيهم الناميبي اللي كنعرفوا لانه هداف ديال البطوله الناميبيه اللي هو كوغيغاب. ثم كذلك كاين كذلك ستانيسلاس انكير اللي لعب في هذا الماتش هذا ميليو تيرا اللي هو من كونغو برازافيل. كاين كذلك احتمال انه يكون لاعبين اخرين في الدفعه المقبله الى جانب حارس امين اشعلال اللي وقع عقد مع فريق الدفاع الحسني لمده 3 مواسم. امين اشعلال هذا اللاعب اللي جا في النص ديال العام اللي فات يونس من مركز التكوين ديال نادي مونبيري اللي كان ديجا شريك استراتيجي ديال فريق الدفاع الحسني مستوى التكوين لما كان عنده مركز ديال الدفاع مونبيري لمده 5 مواسم. هذا لاعب مغربي مغاربه العالم جاء كحارس مرمى اللي يكون كذلك من ضمن اللاعبين اللي يمكن تقديمهم في الاسبوع المقبل. بالنسبه للمغادرين فريق بكامله يونس كلشي كيعرف انه فريق بكامله بما فيه حتى الحارس مرمى يحيى الفيلالي الثلاثي اكردو وحدهودي وبكاري ثم نضيف لهم بلال ماكري انس النيه هشام الساكي اللاعب اللي مشى للدوري السويسري سيكو كامارا باقي امعنان مازال ما في شخص يعني كاين في مفاوضات
مع فريق الدفاع الحسن الجديد عندنا مسؤول عن انه يكون في صلب التراضي، ما كيداروش مع الفريق الاول ديال فريق الدفاع الحسني الجديد. ثلاثه اللاعبين، جوج لاعبين كانوا معارين، وتم كذلك في التعاقد معهم اللاعب كريم الهاشمي اللي احتمال انه يرجع ليوسفيت برشيد في انتقال نهائي، وثم كذلك اللاعب حسين خوخوش اللي كان في التجربه ديال الاعاره الذي توجد وفسخ الاسبوع اللي فات مع فرقه الفعل التراضي. ثم كاين كيباباجي نيكسون اللي مشى بريتي ليوسفيت برشيد. طلعت معايا يونس فريق تقريبا بكامله اللي غادر فريق الدكالي في الوقت اللي الفريق لحد الساعه يعني قدم خمسه ديال اللاعبين جدد في انتظار أربعة ما بين ثلاثة وأربعة آخرين جدد اللي مازال ما طاش الضوء أخضر. عبد الحق بن شيخة، وهنا كما كنتكلموا على أمين غلاف، وكنتكلموا على ستانيسلاس أنكيرا، وكذلك كوغيغاد الهدف ديال الدوري الناميبي علاش ما لعبش؟ لأنه كان عنده إصابة خفيفة. إذا دكتور مغوشي غامر بيبغاو يعني يحاولوا يشوفوا يعني في مباراة يكون في كامل الجاهزية ديالو، حتى لا كان يكون يعني حكم يعني في محله بالنسبة لعبد الحق بن شيخة. إذا غادي تكون هذه آخر مباراة يونس للفريق الدكالي في المعسكر اللي دام تقريبا جوج ديال الأسابيع، يعني دخلوا السبت اللي قبل من السبت اللي فات، واليوم السبت يعني 15 يوم كانوا في معسكر مغلق مدينة الجديدة، واللي كان مهم جدا بالنسبة لعبد الحق بن شيخة وحتى بالنسبة للاعبين يكون فيها التلاحم، لأن لا وجوه جديدة يتعرفوا على بعضياتهم. كاين الجانب هذاك الجانب الإنساني، ثم كاين الجانب الاجتماعي بيناتهم، كذلك الجانب كرويا بالنسبة لعبد الحق بن شيخة أنه يحاول اللعابة يتأقلموا مع الفلسفة ديال العمل ديالهم، حتى النهج التكتيكي من خلال المتابعة ديالي يونس المباريات الاربعه ديال فريق الدفاع الحسن، انه كاين ان سيستيم دو جو جديد مع مدرب جديد فريق الدفاع الحسن الجديد، حتى هو خصو وقت باش اللاعبين يتاخروا معايا، يعني كيلعب بثلاثه في اللاكس تقريبا 3-5-2 ولا 3-4-3، يعني كيحاول يمشي بحسب الامكانيات اللي كاينين عنده. يمكن بزاف الناس يتساءلوا على اللاعبين والقيمه ديالهم، ولاعبين عندهم سميه مي كتبقى المباريات الوديه يونس، كتبقى مباريات وديه في حد ذاتها، ما غاديش تعطي يعني الصوره حقيقيه، ولكن كيبقى موكوكو امالي صراحه هو اللاعب اللي كونفيرما من الاول بالنسبه للجمهور ديال الدفاع ولا بالنسبه للطاقم التقني. اللاعبين الاخرين ميكي ميونغ الكاميروني تبارك الله، يعني تقريبا اكردو فعل التشابه ما بينه واكردو، خاصه انه كيلعب في اللاكس وكيلعب بالرجل اليسرى. حتى هو لاعب اللي يمكن فريق الدفاع الحسني يعول عليه كثير في بطولات الموسم المقبل. اذا يونس خويا، هذه خبيرات بخصوص فريق الدفاع الحسني الجديد اللي كيف قلنا قدم خمسه ديال اللاعبين جدد، يعني في غياب صعابه طبعا انسجام مع التدابير الاحترازيه اللي كتنص عليها السلطات المختصه، فتم تقديمهم فقط بحضور رئيس النادي والمدير الرياضي عزيز بدربالة وعبد الحق بن شيخه، تم تقديمهم بمركز الندوات بملعب العبد الجديد في انتظار انه تكون دفعه اخرى لقدم لاعبين اخرين باش عبد الحق بن شيخه غادي يحسم في اللائحه. نقدر نقولوا لا ما قلناش نهائيا، نقدر نقولوا على الاقل الشبه نهائي، لانه باقي كيلكو بوست اللي يقدروا يقلب عليهم عبد الحق بن شيخة اللي ممكن. نعم احمد منير، يعني من بعد هذه الكونسونتراسيون تكلمتي انت على جوج ديال الاسابيع، يعني عبد الحق بن شيخة بلا شك بانوا المباريات الوديه وكنعرفوا الهدف منها هو التجريب ديال اللاعبين، ايضا لي شيما تاكتيك اللي ممكن انها تكون في كاس بالنسبه لفريق الدفاع الحسن الجديد الموسم المقبل، وايضا حتى الموضوع ديال من بعد هاد الكونسونتراسيون مدينه الجديده، واش كاين شي برنامج، كاين واحد الفتره ديال الراحه اللاعبين، حتى في ظل يعني الغياب ديال الموعد الرسمي ديال انطلاق الموسم الجديد، يمكن تيخلي دائما المدربين اولا المكاتب المسيره ولا حتى الانديه الوطنيه في القسم الاول ولا الثاني، يعني باقي ما عارفينش الموعد الرسمي ديال انطلاق الموسم، واش كاين برنامج ايضا دائما محطوط داك البلون بي كما كنقولوا في الانتظار الاعلان على الموعد الرسمي. سؤال مهم يونس، جيت مع البيت ديال التربيت الثاني ديال فريق الدفاع الحسني الجديد، شنو الموقع؟ هو اللاعب رضا الخميدي، يعني غيتساوى مع ياسين الدابي في الهدافين ديال الوديات، لاعب واعد ديال فريق العمل ديال الدفاع الحسني، هدف رائع صراحه، وسمعت يمكن بعض المشجعين من الجانبين اللي حاضرين هنا في احد المنتجعات القريه المدرسيه اللي تفاعلوا مع البيت ديال رضا الخميدي، البيت الثاني ديال فريق الدفاع الحسني الجديد في المباراه الوديه ديالو الرابعه امام فريق مولوديات وجده، والمسجل هو رضا الخميدي اللي البيت الثالث ديالو في هذه الاربعه ديال المباريات الوديه.
الى جهني كيتساوى مع ياسين الذهبي تاول عنده ثلاثه ديال البيوت. السؤال ديال ديالك اخويا يونس مهم مهم جدا، يمكن فيه جزء من الجواب لان حتى واحد ما عارف البدايه ديال البطوله، مازال ما كاينش قرعه البطوله، مازال ما كاينش تاريخ يعني غير على الاقل غير تقريبي حتى الاسبوع الاول ديسمبر ولا الاسبوع الثاني حتى واحد ما عنده. اكيد ان بن الشيخ غادي يجاوبك النص ديال الجواب اللي قلته يونس في السؤال ديالك، غادي يجاوبك لانه كيفاش غادي يتعامل بالنسبه لي 15 يوم هي اللي كان باغي يركز عليها، والاداره الدفاع الحزن استجبت لي وكانت مهمه، اكيد غيخرج بها في خلاصه مهمه بالنسبه لي غتكون مفيده في انتظار انه تبان المعالم ديال انطلاق الموسم الكروي الجديد. اكيد غادي يعطيهم روبو ديال اليوم لان كنعرفوا عبد الحق شي خصارم، بدليل ان يونس ان في ذكرى عيد المولد النبوي الشريف راه اشترى اللاعبين ترينو صباح وعشيه، بمعنى انه كيبغى يحيد لهم ديك العقليه ديال انه راه لاعب راه محترف خصو يتعامل مع الوضع كما هو عليه، مش يبقى يتفاعل مع المناسبات ويعني العطل والاجازات، يعني خصو مرحله دقيقه مرحله حاسمه مرحله صعيبه وجوه جديده عناصر جديده اجواء جديده، خاص لابد كل واحد يضحي من الجانب ديالو اللاعب مدرب مسير كل واحد باش الفريق الجديد يكون في ابعى يعني في ابعى صوره وفي في كامل الجاهزيه ديالو. اكيد يونس غادي نجاوبك مستقبلا بعد ما تسالي المباراه الوديه، لان السؤال ديالك مهم جدا كيفاش غيتعامل عبد الحق بن شيخه مع بعد هذا المعسكر، غيطلق لاعبين وغيرجع للتدريب بشكل عادي، ولكن اكيد غيعاود يبرمج لانه كان كيعتقد ان البطوله غتكون في 20 نوفمبر كما كان كيروج واحد النقيطه يونس، فهادشي علاش هو خسر برنامج ديال اربعه المباريات ويبقاو طيله هاد الفتره هذه. هذا هو علاش عبد الحق كان ركز على المعسكر ما بين 10 ايام و15 يوم قبل ما يتم تمديده، لان نورمالمون يونس كان 10 ايام ومع دام اللاعبين ما بغاش يطلقهم وكان مباراه موديه مهمه مع مولود وجده، ففضل انه يبقى حتى تكمل مباراه مولود وجده. هذا ممكن يكون تصريح ديال اللاعبين على الاقل كيف قلت يونس، يعني واحد اليوم واحد حتى اليومين على ابعد تقدير ورجع للتدريب بشكل عادي، لان مازال خدمه كبيره كتنتظر عبد الحق بن شيخه بكل صراحه، لان الفرقه تغيرت وبزاف اللاعبين اللي تابعاهم خدمه وعاده كيفاش غادي يتاقلموا مع المنظومه التكتيكيه ديال عبد الحق. ولي كنتمنى ايضا احمد منير، يعني كاين بعض الاسماء يمكن في الموسم اللي فات اسماء شابه شفناها بدات كتاخذ يعني الريتم، ميم يعني كانوا نتائج يمكن ماشي كبيره لفرق الدفاع الحسن جيد، وداك الشيء اللي كيتمناه وكيتسنى الجمهور ديال الدفاع الحسن جيد بانه صاحب الحق بن شيخه، وكنعرفوا دائما كيعطي الثقه للاعبين الشباب ولكن كتكون عندهم امكانيات منه، يعني الفريق الدكالي واصل حتى الخدمه اللي كانت لا سيزون اللي فاتت مع صاحب الحق بن شيخه يعني تكمل وتبان ديك لا كونتينياسيون، يعني ديك الاستمراريه في بناء فريق تنافس. احمد صحيح ايون صحيح مهم هذه القضيه، لان لا شفنا في الفتره الاخيره الا كان الدفاع الحسن جدي يلام على النتائج السلبيه في الثلث الاخير لانه ما قدر يجيب في ثمانيه المباريات جاب نقطه واحده يتيمه، ولكن كانت اشياء ايجابيه اللي هي هذوك اللاعبين اللي تعرف عليهم الجمهور الرياضي بسبع عمر الجمهور الرياضي كل اللي كانت عندهم تعطاتهم فرصه اللي حتى واحد ما فاز بهذه الفرصه ديال انك تجرب لاعب في مباراه رسميه، هذه كانت يمكن كدار في ماتش ترجوج الدفاع الحسن دار في ثمانيه ديال المباريات الاخيره يوم تذكرتي معايا رجع لواحد الوقيته ولاو تقريبا نقدر نقول لك ماتش ديال واتزم والماتش ديال 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 برشيد التشكيله ديال 80% من اللاعبين ديال فريق الرديف، بمعنى ان الا كان شي لاعب ما خداش حقه راه ما كنعتقدش ان من اللاعبين اللي كانوا يعني مجتهدين غادي نقولوا المجتهدين او الموهوبين ديال فريق الرديف راه تعطاتهم فرصه، وكانوا كان التقرير ديال العزيز بودربالة مع جمال الدين امالة تم تقديمه للمدرب عبد الحق بن شيخه، وتم يعني اخذوا بعين الاعتبار اللاعبين وشكون اللي ممكن، وحنا شفنا رضا الخميدي نموذج ديجا كاين اسكندر كاين كذلك اللاعب لاعبين اخرين اللي ممكن نشوفهم، ولكن كاين لاعب اللي غيمشي بريت ليوسف برشيد اللي هو حمزه الترابي مع كذلك مفتاحي مازال عنده حاتم مفتاحي مازال عنده لاج ديال ليسبوار غيبقى مع دوك الخمسه اللي كتكسفر الجامعه انه اللاعب خمسه اللاعبين يكون عندهم لاج ديال العام الاخر ديال ليسبوار، فعبد الحق بن شيخه ما بغى يفرط حتى لاعب، يمكن دوك اللي فات لهم لاج بحال حمزه الترابي وعثمان باشكو هما اللي غيمشيو بريت باش ما يضيعش اليوم هذا العام، لان يعني كانوا لاعبين كثار اللي اكتشفناهم هذا الموسم هذا في الدفاع. صحيح شعيب فتول يعني ولا اسم اساسي في الفريق الدكالي، طاهر حتى هو يمكن الاصابه اللي كانت بعدته على بعض المباريات، العمراني حتى هو في لا ديفونس كان ايضا من الاسماء اللي متالقه مع فريق الدفاع الحسني الجديد.